يعني لؤي اليوم عم بتفنن لنا باللقطات. انا رفعت ايدي لؤي بس تذكرت انه كورونا، كنت بدي الف واجي اقبلك على جبينك سيدي. مشاهدينا اليوم بدنا نتحدث عن موضوع الصبر. الصبر كثير مهم في هذه المرحله اللي نحن فيها. اليوم معنا الدكتوره نداء زقزوق وهي عضو هيئه تدريسيه في كليه الشريعه بالجامعه الاردنيه، رح نتحدث معها عن الصبر بهذه المرحله، والصبر مفتاح الفرج، والانسان المؤمن والقوي لازم يكون في عنده المقدره على تحمل البلاء والتحلي بالصبر. نصبح عليك دكتوره نداء واهلا وسهلا فيكي. صباح الخير عليكي وعلى كل المشاهدين، صباح الخير على كل أردني وأردنية، صباح الخير على هذا الوطن الجميل، صباح الخير على هذا الوطن المتفائل الذي يتحلى كل فرد من أفراده وكل مواطن من مواطنيه بالمعنويات العالية وبالرجولة التي تجعله ينتصر في كل معاركه. نعم أيها الكرام، نحن الآن في معركة من نوع جديد، إنها معركة وقفت كل الدول العظمى والكبرى عاجزة أمامها. لقد عشنا معظم حياتنا أو كل حياتنا الماضية عشناها ونحن نعتقد بأننا لسنا من الدول العظمى، وإن كنا نفتخر بأن كل واحد فينا أردني ويرفع رأسه بأنه أردني، ولكن الدول العظمى في العالم، العالم كله يعرفها، معروفة ومعدودة. الآن أصبحت هناك معادلة جديدة، معادلة جعلت الدول العظمى لا تملك شيئاً أمام هذه المعركة، وقفت عاجزة باقتصاداتها، عاجزة بأجهزتها الطبية، بكوادرها الطبية، بمعاملها، باختراعاتها، وقفت عاجزة. الآن معادلة العظمة ومعادلة القوة أصبحت لصالحنا نحن. نعم، لصالح الإنسان الأردني الواعي الذي يتحلى بقدر من الشهامة والرجولة والوعي والفهم. الأردني أينما ذهب في كل دول العالم معروف ومميز بأخلاقه وبوعيه وبشهامته ورجولته. الآن المعادلة في العالم انقلبت لتجعل هذه المعطيات التي نمتلكها نحن بكفاءة عالية، هذه المعطيات هي معطيات النصر. دكتورة سمعتني؟ بضعف، تفضل. نعم دكتورة، يعني احنا بالبداية انه بنتمنى وبنسأل الله سبحانه وتعالى انه يكون هذا ابتلاء وليس بلاء، وبنعرف قديش الصبر مهم جدا عند الابتلاء وحتى عند البلاء، لكن بدنا نوجه رسالة للسادة المشاهدين بأنه إحنا نتحمل هاي الظروف، وكيف ممكن نتحمل هاي الظروف الموجودة واللي بتمر علينا، وما يعني ننضغط وما نروح للزاوية السلبية في الحياة، يضل تفكيرنا إيجابي ونحتسب هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى. نعم، الحقيقة بأن المواطن الأردني اعتاد بأن لا يكون هناك عطلة إلا لإما منخفض جوي عنيف أو لاحتفال، فالعطلة مركوزة في عقولنا وفي قلوبنا. نعم. على أنها زمن ووقت للاحتفال وللاسترخاء، وليس للإنجازات الكبيرة، وليس للعمل بجد وبكد. هذه العطلة أقول بأنها عطلة مختلفة، هذه العطلة هي عطلة رباط وعطلة جهاد وعطلة صبر، أقولها لكل مواطن ومواطنة، لكل صغير ولكل كبير. أنا الآن في منزلي أطل عليكم من شرفتي، حيث أحب الجلوس من أجل اكتساب الطاقة والشحن والأمل والتفاؤل. على كل إنسان أردني يرابط في منزله أن يدرك بأن معركته في هذا الوقت هي معركة كيف يكون سعيدا وكيف يسعد من حوله. نعم دكتورة نداء، الصبر هو ثلاثة أقسام: الصبر على الطاعات، الصبر عن المحرمات، الصبر على الابتلاءات، ونحن هلأ عم نواجه ابتلاء فيروس كورونا، ومن حديثك عم بتحسينا كيف نحن بدنا ناخذ هاي المرحلة بأنه نحن نرتاح ونهدأ وما يكون في علينا التزامات لازم ننجزها، مش ما في داعي ننجز إشي بهاي الفترة، لازم نكون مرتاحين وقاعدين في بيوتنا. هون بدي أسألك كيف نحن بننتصر على هذا الفيروس من خلال الصبر؟ أول شيء ينبغي أن نبتعد عن أي شيء من شأنه أن يخفض من معنوياتنا ومن حالتنا النفسية ومن راحتنا النفسية وسعادتنا. الحقيقة أنا يعني في هذه الأيام التي مضت اطلعت على الكثير من الحالات. نعم. يعني الطلاب
يقولون بأنه نحن لسنا معتادين على أن ندرس في المنزل، نحن معتادين على أن نذهب نتكب الذهاب العناء للجامعة أو للمدرسة حتى ندرس هناك، وبالكاد يعني نستمع إلى الدكتور أو إلى الأستاذ يعني ونركز معه ونفهم منه المادة. الآن تطلبون منا أن ندرس بطريقة إلكترونية والفرش بجنبي والتخت بجنبي. هذه هي معركتك أيها الطالب، أن تدرس وأنت في هذه الظروف التي لم تكن معتادا أنها للدراسة وإنما هي للراحة. الآن معركة الأم، سيما إذا كانت مدرسة ومعلمة، أن تكون أما وأن تكون معلمة ومدرسة وأستاذة جامعية في الوقت ذاته وفي الزمن ذاته. أنا الآن في هذه الأيام الحقيقة استمعت لأكثر من حالة كلها تصب باتجاه تقريبا واحد. يبدو بأن الجلوس الطويل بين الأزواج وبين الأبناء والأسرة ككل جعلهم يحتكون ببعض بشكل لم يسبق له مثيل. هناك بعض السيدات أصبحنا الآن يتكلمن بأنها لم تكن تعرف بأنها تعيش مع الزوج الخطأ إلا الآن. طيب هناك كثير من الأزواج يقولون أنا اخترت الزوجة الخطأ بعد 20 سنة أو بالعكس دكتورة، يعني في ناس يمكن قرأنا امبارح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعني في أزواج أعجبوا بزوجاتهم وصار بدهم يرجعوا يطلبوهم مرة ثانية. يعني فقديش هذا الموضوع مهم. أنت تحدثت أيضا عن موضوع التعليم. التعليم بده طاقة، والطاقة بتيجي من الطعام ومن الأكل والشرب. وفي هذه المرحلة كمان بدنا نحكي عن موضوع الصبر على عدم توفر المواد التموينية أو كل المواد. يعني ممكن البيت يكون في جزء ناقص منه، كيف إحنا بدنا نتكيف وكيف بدنا نصبر على هذا الموضوع في هذه الفترة. ويمكن من حديث بلال دكتورة هون بدي أحكي عن موضوع كتير مهم فيما يتعلق بعمال المياومات اللي رزقتهم بتعتمد على شغلهم بنهار ولقمتهم بالليل بتعتمد على اللي طلعوه بنهار. هون إيش بتحبي تحكي لهم ليصبروا على هذا البلاء؟ ويمكن نحن عنا الصبر بالإسلام مرتبط بشكل أو بآخر بسيدنا أيوب، فنتحدث عن هذا الصبر وعن العبر المستفادة من هذه من هذا التاريخ. نعم. من هذا الصبر. أنا الحقيقة بحب أقول لهؤلاء الأشخاص وأقول لكل من يعرف في دائرة علاقاته الاجتماعية شخص من هؤلاء الأشخاص أو أسرة من هذه الأسر تعتاج على مياوماتها، عليه أن يتفقده وأن يتصدق عليه وأن يهديه وأن يتكاتف معه، طبعا ضمن الشروط السلامة العامة التي نعرفها، ولكن هو لن يعدم الوسيلة والطريقة على إيصال الهدية والمساعدة لهذه العائلة التي تعتاش على مياوماتها. أنا بدأت في الحديث بحديثي عن أشكال الضجر التي ربما يقع فيها الأزواج والزوجات أو الأمهات من أبنائهم. هذا ليس هو الوقت المناسب من أجل أن تكتشفي بأن هذا الزوج فيه صفات أنت لا تحبينها. هذا ليس هو الوقت المناسب لتكتشفي بأن الأبناء لم يتم تأسيسهم في الرياضيات أو في العربي أو في الإنجليزي وما إلى ذلك. هذا هو وقت الجهاد، مش وقت اكتشافات. يعني دكتورة باختصار، عفوا، مش وقت اكتشافات داخل المنزل لوحدة يعني إطلاقا. هذا بالزبط. ليس وقت اكتشافات. طيب. هذا وقت أن أكون ذكية وحصيفة وأن أتقرب إلى الله بالصبر على كل أشكال الضغط التي أتعرض لها. وأنا هنا أتحدث أكثر ما أتحدث للمرأة وللزوجة وللأم، لأنها هي التي تستطيع أن تصنع الحياة والفرح والسعادة في منزلها. طيب دكتورة أخيرا، يعني فيما يتعلق أيضا بموضوع الصبر، احنا بكل يوم قاعدين بنتعرض لكم هائل من المعلومات من الحكومة والتوجيهات أيضا من الجهات المعنية، وبنشدد دائما أنه في بعض الناس أو فئة قليلة من الناس مش ملتزمين دينيا وحسب الشرع. سمعنا كثير من المشايخ ومن يعني أصحاب الدين تحدثوا في ضرورة أنه هذا الإنسان آثم إذا ما التزم بالتعليمات وإذا ما أدى مسؤوليته الاجتماعية. في هذا المجال شو ممكن نوجهه، خصوصا يعني في ظل غياب القدوة ربما، يعني حتى للأسف الآباء والأمهات في بعض الأحيان بيكونوا مش قدوة لأبنائهم. أريد أن أقول أخي بأنه هذا الشخص الذي لا يصبر على بعض أعباء الحياة، هل يجب أن يجلس مع نفسه ويجب أن يتخيل هل ستصبر لا سمح الله عندما يقع المرض لا سمح الله في أسرتك وفي أحبابك؟ هل ستصبر على أعباء وأحزان الموت والألم والمرض؟ إذا كنت تعاني من قلة الصبر فعليك أن
أن تصبر على الأسهل حتى لا تصل إلى الأصعب، لأنك إذا فشلت في الصبر على الأسهل وعلى كيف تصنع السعادة وعلى كيف تصنع الحياة، فإنك لن تصبر بالتأكيد على نعم. كيف تواجه الألم والمرض والموت. أحبابك الذين تريد أن تطعمهم أحسن الطعام، عليك أن تكفيهم شر وألم المرض والموت. إذا كنت لست صبورا نعم فاصبر دكتورة، على الأسهل يمكن حتى هون لا تقع لازم في الأصعب. حابة أحكي عن موضوع كتير مهم وخطر على بالي هلأ خلال حديثك. نحن في الأردن يمكن هو مجتمع فتي وأغلبنا شباب، نعم. ويمكن الشباب مندفعين كتير وما كتير عم بتحلوا بالصبر، مستعجلين على كل شيء، مستعجلين صحيح. على الترفيع في وظيفتهم، مستعجلين على فكرة الزواج، الخبز. مستعجلين على كل هالأمور. فكيف يستفيدوا من هاي المرحلة اللي نحن فيها ليتحلوا بالصبر في باقي أمور الحياة إن شاء الله في الأيام الجاي؟ كيف لازم الشخص يكون هادي ومتأني؟ يعني الحقيقة الشباب هم إما طلاب مدارس أو طلاب جامعات على الأغلب. يا شباب يا صبايا، بعد أن تنتهي هذه العطلة سوف تكتشف بأن زملاء كثر من زملائك قد أنهوا دورات في تخصصهم عبر التعلم الإلكتروني، وسوف تكتشف بأن هناك من أنجز أعمالا أنت كنت هلاه عنها وكنت منشغل عنها بالضجر وبالنوم وبمحاولة الخروج ومخالفة التعليمات. هناك أشخاص التزموا بالتعليمات من جهة واستثمروا أوقاتهم من جهة أخرى. فإذا أردت أن تكون في ذيل الركب وفي ذيل أصدقائك، فاعلم بأن هذا هو الحل الوحيد، أن تبقى متضجرا ومسترخيا وتعاني من الملل وتحاول التفلت والهروب من المنزل ومحاولة أن تخالف التعليمات. اعلم بأن هناك من التزم وارتاح ضميره من ناحية الالتزام، ولكنه من ناحية أخرى أتعب نفسه واجتهد في أن يحصل علوما كثيرة بإمكانك أن تحصلها وأن تطور نفسك وتكون في مقدمة زملائك بعد أن تنتهي هذه العطلة. نعم. أريد أن أقول بعد إذنكم أخيرا بصورة سريعة دكتورة لو سمحتي. تفضلي تفضلي، الهواء معك بوي عجالة لو سمحتي. نعم، أريد أن أقول نصيحة. الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإنسان في مجمل أيامه وفي عامتها مصاب، والله أقسم سبحانه وتعالى على أنه سيصاب بالخسر إذا لم يتحلى بالإيمان وبالعمل الصالحات وبالتواصي بالحق وبالتواصي بالصبر. إذا اتصلت بي صديقتي تشكو من زوجها، فعلي أن أصبرها وأن لا أفهمها بأنه لا يستحقها وبأنها هي الأفضل. إذا اتصلت بي صديقتي تشكو بأنها لا تستطيع أن تقوم بأعباء العمل، علي أن أصبرها. إذا شكى لي زوجي أو إذا صحيح تصرف دكتورة بي صحيح. بما يوهم بي التضجر وبأنه يكرهني، علي أن أصبر. فالنبي نعم. صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة هي الصدقة على القريب الكاشح. يعني حتى لو كان هذا الشخص القريب مني ذي الرحم، حتى لو كان فعلا كارها لي، فخير الصدقة هي أن أصبر صحيح. عليه صحيح. وأن صحيح. أتصدق عليه بحسن الخلق. نعم، أنا بدي أشكرك كل الشكر الدكتورة نداء زقزوق، عضو هيئة التدريسية في كلية الشريعة في الجامعة الأردنية. جهودكم مباركة، شكرا لك وشكرا جزيلا الخير. لك فعلا، يعني كان لقاء ثري جدا، ويعني لازم فعلا نتحلى بهذا الصبر. نعم. مثل ما حكينا من البداية، الوعي والالتزام بالتعليمات وأيضا الصبر على هذه الظروف الراهنة. إن شاء الله هالمرحلة بأزمة وبتعدي إن شاء الله، وكل الأمور بترجع أحسن وأحسن. نعم. بالذات أنه في جهود من قبل الجميع، لكن لازم نتكاتف ولازم نتعاون مع كل أجهزة الدولة. يعني بلال، ما بعرف إيش تحب تحكي قبل ختام. أنا بدي أحكي مشاهدينا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا ما غيرنا هذا التفكير، وإذا ما زدنا مستوى المسؤولية الموجودة على والملقاة على عاتق كل فرد في هذا المجتمع، راح نضل مكاننا. يمكن في اللي كانوا يلعبوا ألعاب إلكترونية، في بعض الألعاب شهد نعم. أنت بتدخل حرب، تنتقل من مرحلة نعم. إلى أخرى. إذا سقطت في مرحلة معينة لن تعود إلا إلى نقطة البداية، وإحنا في ظل كل هذه الجهود إذا هدمناها في مرحلة معينة راح نرجع لمرحلة الصفر اللي بنتمنى إن شاء الله ما نوصل لها. فأمنياتنا لكم بالسلامة، التزموا، وهذه الفترة المخصصة لشراء الأغراض لا
تجبركم على الخروج، يعني مش بالضرورة نطلع في هذه الفترة إذا هي مسموحة، بالعكس خلينا نضلنا جوا بيوتنا نسكر على حالنا المفتاح حتى يكون بالتأكيد. لنا يعني أثر في هذا بالتأكيد المجتمع. يعني أعزائي المشاهدين متابعتكم وتفاعلكم معنا دائما تثري حلقات برنامج يوم جديد، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم بخير وسلام، بأمان الله. في أمان الله.